اهلا وسهلا فيكم والله يعطيكم العافيه. ان شاء الله الفريق ممتاز، انا حاسه كثير متحسن الحمد لله باذنه تعالى، ولعب يعني كويس الحمد لله اليوم بتعليمات الكابتن فراس اشوش، وانا متوقع يكون بالشوط الثاني اللعب مختلف تماما. يعني انا متوقع نادي الحريه يفتحوا المباراه وبالتالي صرنا هجمات مرتده ان شاء الله نتكلل باهداف ثانيه. انا اتمنى الفوز للطليعه وباذنه تعالى راح يكون طليعه بالقادم احسن. مبروك عميد بصيري، مباراة كبيرة أديتوها كلاعبين. الحمد لله رب العالمين، نحن من أول ما جينا لهون حاطين بعيوننا الفوز، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين ما خجلنا، لعبنا بشوط أول صحتنا ضربة جزاء سجلنا منها، صحتنا فرصة وفرصتين ما قدرنا نسجل، أول شوط ثاني شفت انطرد أمين حداد، هذا الشيء أثر علينا، أدينا شوي لهيك لنرجع لورا، الحمد لله رب العالمين، اليوم الشباب كلهم كانوا رجال، كلهم كانوا أبطال، أنا بتشكر اللاعبين واحد واحد وبتشكر الكادر الفني وهي الكابتن أبو سطيف، هذا الفوز بهدي له بإذن الله. الله يرضى عليكم. الحمد لله رب العالمين. بس بدي أقول لك شغلة صغيرة، هذا الزنخ قلت له كلمة والله، قلت له أنت الوحيد بعد نهاية المباراة اللي لازم تجي تبوسني، لأنه من نفس الملعب من نفس المرحلة كالمباراة الرابعة هي عم تكون انطلاقة فريق الطليعة. الحمد لله رب العالمين. لله الحمد كانوا رجال ومكترين وحالفنا الحظ ببعض المحلات. الحمد لله رب العالمين، نتيجة إيجابية ما نفرح جمهورنا فيها، إن شاء الله ألف مبروك لجماهيرنا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء مبارك لجمهور الطليعة بيستاهلوا، مبارك لهدول المجموعة القليلة اللي كانوا جايين وقفوا معنا كل المباراة ما سكتوا، مبروك للفريق، مبروك للاعبين، الحمد لله رغم انطرد أول الشوط الثاني كملنا المباراة وكنا بكل يعني مجال المباراة كنا مناح، الحمد لله مبروك، والشباب بيستاهلوا وبيستاهلوا، ابو هيال بيستاهل. الله يسلمك. مباراة قتالية ماهر برازي بالنسبة لكم كلاعبين. أول شيء الحمد لله رب العالمين، ألف مبروك الربح لنا، مبروك لجمهورنا، مبروك لهالشباب الطيب اللي ما عم تتركنا بالسراء والضراء عم يداحونا، الحمد لله رب العالمين. بتعرف كل اللي بيعرف إنه هي نقاط مضاعفة، يعني هي مباراة صعبة النقاط المضاعفة، الحمد لله الله أكرمنا رغم النقص العددي الشباب ما قصروا، مبروك للكادر، مبروك للاعبين فردا، مبروك لجمهورنا، وهي الانطلاقة بإذن الله للأمام إن شاء الله. إحنا مع الطليعة شو منصار شو ما هي، إذا بيكون عندنا نص نقطة مع الطليعة منصة الإعصار معكم دائما وأبدا، على الحسك يعني رزون بدكم مع الطليعة لحدود السماء. أول شيء الحمد لله رب العالمين، هدول أهم نقاط، ثلاث نقاط، لأن هدول نقاط مضاعفة دائما الفريق وراك، اليوم نحن نسينا شيء اسمه وراء عم فكر شيء بقدام، حالة الطرد اللي صارت عنا أثرت علينا كتير، لكن الحمد لله عنا رجال قدروا يكفوا المباراة ويجيبوا ثلاث نقاط إن شاء الله. من هون ورايح فريق الطلاع حيتغير فكريا ان شاء الله، رح نوصل لمراحل متقدمه باذن الله، والف مبروك للجمهور اللي اجى على حلب وساندنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الله سبحانه وتعالى اكرمنا باول ثلاث نقاط وهي كانت باكوره الاول فوز من ملعب الحمدانيه بحلب، لاعبينا قدموا مستوى كبير، الحمد لله اليوم توفقنا العامل التوفيق والصوت طالع اللي كان ملازم للفريق، اليوم الحمد لله الله بعده عنا
والفضل، وإن شاء الله راح تكون بداية انطلاقة نادي الطليعة على سلم ترتيب الدوري، ونوعدكم إن شاء الله بالأفضل وبالأحسن كما وعدونا الإدارة ووعدونا اللاعبين بأنه يقدموا أفضل ما عندهم، وإن شاء الله راح تشوفوا فريق الطليعة بالمرحلة القادمة أفضل بكثير.